عايز اتكلم معاهم وهم فتره الراحه. اسمك ايه؟ رمضان. عمر. عمر. ابراهيم. حليم. عايز اعرف كل واحد منين؟ انت منين؟ من القاهره. من القاهره. اكتر حاجه يعني حريص عليها في التمرين ايه؟ هو طبعا لازم نكون يعني كويسين في التمرين كله ونهتم بكل حاجه، بس يعني هي اهم حاجات اللي هو اللعب بالرجل والانفراد دي، يعني بتبقى الحارس لما بيشربها او مايس ده اللي بتركز عليه. قول لي بقى انت اسمك ايه تاني؟ عمر. منين يا عمر؟ من القاهره. من القاهره. التدريبات كل يوم؟ يعني التمرينات كل يوم. طب قول لي اكتر حاجه بيركز عليها الكابتن عاصم والكابتن ابراهيم في التدريبات ايه؟ اللي هو اللعب بالرجل والكور الارضيه والتراي العالي والبلوكات، ودي حاجات لو احنا عملناها يكون حراس مميزين يعني، والكابتن ابراهيم والكابتن عاصم بيركزوا عليها جدا في التمرين ان شاء الله. فرصه بقى وانتوا في الراحه هاجي اقعد جنبكم عشان ايه نعمل الحوار واحنا قاعدين كده. قول لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ابراهيم. منين يا ابراهيم؟ من طنطا. من طنطا. تتفرج على الشناوي؟ طبعا. قول اكتر حاجه بتعجبك في محمد الشناوي ايه؟ شخصيته. شخصيته. شفت محمد الشناوي هو بيقف ورا بيقعد يتكلم وجه اللعيبه؟ شفته. طب احسن صده تفتكرها لمحمد الشناوي؟ احسن صده ماتش الرجاء. ماتش الرجاء. ماتش الرجاء المغربي كانت في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا. قول لي اسمك ايه؟ حليمه. منين يا حليمه؟ من طوخ. من طوخ. واحنا بنتكلم عن محمد الشناوي، عارف ان محمد الشناوي خرج من هنا من ملاعب الناشئين؟ ايوه طبعا. طب قول لي حلمك ايه وطموحاتك ايه؟ اكون حارس منتخب مصر والاهلي. انت عارف ان كل حراس مرمى النادي الاهلي دلوقتي اللي بيلعبوا في الدرجه الاولى سواء محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، كلهم خرجوا من قطاع الناشئين؟ طبعا. بتلعبوا المسابقات دلوقتي؟ اه. شغالين في مسابقات الجمهوريه، في مسابقات المنطقه. ايوه. تمام. قول لي اسمك ايه؟ علي. منين يا علي؟ المنصوره. منصوره. وبتيجي كل يوم؟ على حسب التمرين يعني. حسب التمرين. طب قول لي اول مره تم اختيارك هنا في النادي الاهلي عشان تبقى حارس مرمى في النادي الاهلي، كان شعورك ايه وقتها؟ كنت هموت من الفرحه طبعا عشان اشيل اسم كبير زي النادي الاهلي. طبعا كلهم بمساعده الكباتن، كلهم الكباتن مش سايبيننا خالص وواقفين في ظهرنا، كلهم هم اللي شايلين. طيب انا عايز اتصور معاكم صوره سيلفي واحنا قاعدين كلنا كده. تعالوا بقى جنبي كده علشان تعالوا جنبي عشان نصور صوره سيلفي مع بعض.